تعليما وزير الشؤون الدينية السيد أحمد عبدون بإعطاء يحلون فيها من أزال قرآن الفجر فربكم أعلم بمن هو أهما من خاف مقام ربه ونهى النفس عنك عن الساعة تتنزل الحقيقة المسابقة هذه تتنزل في إطار معناتها يتجاوز مجرد حفظ القرآن وترتيله، لازم نمشيو للعمق اليوم تاع الدين الإسلامي، المفهوم الحقيقي تاع الدين الإسلامي في إطار مقاومة الظواهر اللي ولات غريبة علينا، ظواهر التطرف والغلو، هذه الحقيقة نعتبرها اللي هي اليوم الرسالة الأولية اللي لازم يخرجوا بها من مثل هذه الدورات. أنا في تقديري اليوم الوضع يتطلب ثلاثة عنا مراحل، عنا مرحلة تتطلب حلول عاجلة، ومرحلة تتطلب حلول متوسطة المدى، ومرحلة تتطلب حلول طويلة المدى. اليوم نحن يلزمنا نواجه المرحلة بالإمكانيات المتوفرة، وعندنا محاكمين بطبيعة الحال من عديد الدول، من دول المغرب العربي، من مصر، من العربية السعودية يشاركونا، إلى جانب بطبيعة الحال المحاكمين التونسيين. هذه التظاهرة تندرج ضمن يعني مشغل وزارة الشؤون الدينية التونسية في التقريب بين حفاظ القرآن والتشجيع على التنافس في سبيل حفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله. ثم لا ننسى أن هذه التظاهرة السنوية تكون أيضا مشفوعة بندوة علمية حول علم من أعلام القراءات في تونس، علم من أعلام التجويد والقراءات القرآنية، ويقع أيضا الاستفادة من هذا الجانب. ففي أبعادها المتنوعة هي تظاهرة علمية فكرية ثقافية قرآنية تهدف إلى التعريف بالتراث العلمي التونسي، وكذلك بالتشجيع على حفظ القرآن الكريم وتفسيره.